السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في الكانتي ديال اليوم الأربعاء في الأوتيل لي سيت هونديكاب ريفيرونس 7.5 95,000 أورو 3,616 عود 16 عود فيها الكات نو بارتو الخوت. عندي 7 ديال الخيول أخوتي، ما عندي منزيد 7 ديال الخيول هي اللي كنقول غدا تقدر تكون، وتيبقى واحد العود اللي عنده الامكانيات راه يزيدو واللي تيق فيه راه غادي يزيدو. على كل حال الخوت، كانتي ديال اليوم غدا الخوت فيه الخيول كبيرة في العمر، كاين من 5 سنين حتى 10 سنين، 3,600 و اوتيل غدا لهي. البرونوستيك ديالهم الخوت نافطريس فافوريين، مشاو بيناتهم واحد دوزيام واحد كاتريام، كاين الأونز هو تروازيام فافوري، الخمسة والستة والتلاتة والواحد والجوج، وكاينين الأوتسايدر التيس والسات والكاتورز والدوز والويت والكينز والسايز والديليسي والكات، هو أصلا نو بارت والكات. ترنير مينيت هو الرقم ستة، أنوما فخيدوم كندر معهم نو بلاسي في آخر كانتي في كلير فونتين دوفيل. ترنير سوكسي 3 5 6 8 9، وكاين فارياسيون بوا كاين 4 8 2 3 6 11 7 1 5 10 15 10 15. هاد الكورس اللي كانوا مشاو بيناتهم الاخوان تقريبا كان هدية اللي خصني ناخدو منها، هدي كان جات فيها الناف في الاوتيل، كان الناف دار دوزيام والطريس كان دار كاتريام، وفي الاوتيل كان دار تروا غانيو والسيس دوزيام والدو نافيام. احنا عندنا الغرض بهاد الكاتيجوري هدي اللي كان مشاو في الكلير فونتين، كان دو ضرب غانيو والناف تروازيام والكاتور سيسيام والسات ويتيام والانافيام والسانك نو بلاسي والكنز اريتي والسيس نو بلاسي. هنا فين غادي ناخدو الخيول ديالنا زائد شي بعض الخيول غادي يكونوا داخلين عندنا في المهم الخوت. بكل صراحة تو هو اللي كان ربحهم، والناف دار تروازيام، الكاتور دار سيسيام والسات ويتيام والانافيه بعد الان عاود انجليزي، والخمسه نو بلاسي والكنز اريتي والدوز نو بلاسي السيس نو بلاسي. البرونوستيك الخوت ديالي اول عود الخوت هي واحد جوج ديال الخيول غادي ناخذهم بجوج، حيت هما اصلا ولاد تيران، ناف تريز ناف تريز هما ولاد تيران ناف تريز. غادي ناخذ العود ايشو رقم ثلاثة غريغوري إيغي رقم ثلاثة، كان ربحهم في الأوتيل في الليستيت، كان ربحهم في الليستيت. غادي نزيدو الخوت الرد سانتانجو رقم خمسة، فيليبي غون فيال عنده جوج ديال الخيول، عنده خمسة سبعة غادي ناخدو الخمسة. وغادي نزيدو العود الآجي، العود اللي هو آجي أنيوما فريدوم أنوما فريدوم، العود اللي كان دار نو بلاصي معاهم في الكلير فونتين وكان جا دار دوزيام في الأوتيل. تنظن ان السيس غادي يحصل على بلاصه غدا من لي 5 برومي. خدينا الخوت 3 و 5 و 6 و 9 و 13. العود اللي بقى لينا الخوت هو 15، هو الاوتسايدر ديال الكورسه بدون منازع. 15 63.5 في البوا هما 6 شايلي شايلي عود ريكلامي 1015، غادي ناخدو 15 هو اللي خصو يطلع في الكاتيجوري اللي كان دار معاهم اريتي. اريتي في الاوتي في الكلير فونتين دوفيل 45,000 أورو في لا كونديسيون 8 في 62. هاد 8 هادي كان مشى ب 70 كيلو 70، اول خطره غيمشي بهاد البوا، اول خطره غادي يمشي بالبوا ديال 63.5، وكان ربحو تنظن الويت هو اللي كان ربحو بيتوني ايميلي، هو الويت هو اللي كان ربحو ب 64.5، مشى ب 6 في الكوت والكنز كان مشى ب 10. هادي هي الكاتيجوري اللي غادي ناخدو منها هاد الكنز. الكنز تنظن هو الاوتسايدر بدون منازع، سيزيام في الكانتي تنظن في الكانسورمير، وعندو الاوتيل تروازيام بلاس، تروازيام بلاس تنظن هادي كونديسيون
كونديسيون 69 كيلو مشى ب 5.4. هذا هو العود ديالنا الخوت، مشى مع جولدن ييرز ريليابلسن. هذا ديال بيا بروند اصلا كان العود ديال البلا، و تنظن ان الكنز على ود هاد البول اللي عنده هو الاوتسايدر ديال الكورسا. على كل حال الخوت خدينا الطروا والسانك والسيس والناف، هي 4 د الخيل، هي 5 د الخيل، والكنز هي 6 ديال الخيل. هادو هما اللي عندي مأكد منهم في البرونوستيك ديالي، 6 ديال الخيل. العود اللي بقى ليا شايط ليا الخوت هو الرقم 11 دينك دينك دونك، لا غير 11 هو اللي بقى شايط ليا، لان هاد ال11 هذا هاد ال11 دوزيام في 21000 اورو. كان رونطري كومبين كانتي كان دار طومبي، كانت عنده هونديكاب وحده دار فيها طومبي، وعنده غانيو في ستيبل، هو عود ديال ستيبل، هو اصلا كانت ديال لي 48000 اورو، 48000 اورو في 2017. هاد 48000 اورو كاع الخيول اللي كتكون في 48000 اورو كتكون سوليد، كتكون صحيحه. 48000 اورو اكثر من 100000 اورو في الكانتي، هاد 48000 اورو. هذا هما سبعة ديال الخيول الخوت اللي عندي. ان شاء الله شي يوم ندير واحد اللايف في تقريبا في فيسبوك، ونزيد ندير ديتاي الكورسا، لان تقريبا ما بغيناش نفرطوا في هذا الكانتي ديال اليوم الغد. على كل حال على كل حال الخوت خديت 3 5 6 ثلاثه ديال الخيول 3 5 6، وزدنا معاهم الخوت الناف والأونز والطريز والكنز. هاد اللي شوفوا هادو هما اللي عندي. اللي عنده شي عودة الخوت تايق فيه راه غادي ياخدوه. انا بان ليا ميكائيل سيرور دوه، مي داك دوه الخوت في الاوتيل ما كيبلاصيش من الخمسه الاولين، هو عود درواتي. وعندو هو في الباسي تقريبا في 2018 كان مشى بواحد البول اللي هو خفيف، وكان جا من لي 5 برومي رجعو الباسي باسي، وهذا فوت بوليست في 2018 على نمرة 9 كان مشى ب 65 كيلو، كان مشى عليه ريكو ريكو ريكو، تنظن اعتزل مبقاش كي نحبس. ريكو مي تخليت على دوه. وبالنسبة لآه عود 9 سنين عود انجليزي مشى معاهم تا هو، كما كنشوفو عود جاي من شونتينهام، عندو الكومبين طومبي في الكومبين. ما لقيتش له البلاصة، انا ما بغيتش نحط بزاف الخوت، انا ما كرهتش نحط غير 6، ورانا حطيت غير 6 وحطيت داك الأونز اللي عجبو غادي يزيدو على وديك طومبي في الكانتي، يقدر يرجع ليهم هاد العودة هذا يقدر يرجع ليهم. على كل حال نعاودو السيليكسيون ديالنا من نمرة كبيرة حتى النمرة صغيرة، 15 و13 و11 و9 و6 و5 و3. تنظن ان البوا ديال 66.5 يقدر يطلع فيهم غير واحد، هي النافية 11. انا من 11 شوية ربما يطومبي ولا ربما، مي انا جبني الكنز، جبني الكنز بواحد النسبة ليا كبيرة. غيبينو هاد الكورسة قبل ما تجري الكورسة غيبينوها، وما غيبينوش اللي يشوفو اللي دارو نوب بلاصي، واللي دارو نوب بلاصي راه هما هادوك 5 و6 و15 تما فين كاينة الضربة. ربما السيس غيمشي فافوري، ربما الخمسة غيمشي فافوري، مي الكنز غيمشي كرو اوتسايدر هو البونيسات. انا في الاعتقاد ديالي الكنز هو اللي بونيس طروا. هادشي اللي كاين الخوت، وتحياتي لكم، ولا عجبكم الخوت الفيديو دعمونا بلايك وبارطاج، وجزاكم الله خيرا ومع السلامة، وان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله مرة اخرى ويكون خير.